تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن بلال. في البدايه كابتن ناصر، مبروك يا كابتن، مبروك لينا، مبروك لينا كلنا. لكن سمعنا حاجات غريبه جدا بعد المباراه من المدير الفني باتشيكو، مدير الفني للبيراميدز، وكذلك الكابتن هاني سعيد المسؤول عن المسؤول الاداري في بيراميدز. طب خلينا الاول نبارك النادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي النهارده على الجماهير، ومبروك للجماهير، مبروك للاعبين والمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هارد لك لنادي بيراميدز يا كابتن بلال. النهارده محمود بنا كان حكم اللقاء. قبل ما نروح للحالات التحكيميه كابتن بلال، محمود بنا يمكن انا على مستوى شخصي بحبه جدا، ويمكن انا كنت في لجنه الحكام وهو كان معايا حكم من افضل الحكام اللي موجودين في مصر يا كابتن بلال، بل في افريقيا دي بس مبدئيا. وهو النهارده ادار للنادي الاهلي اكتر من مباراه في الدوري العام، وكان مستواه هايل، وكان 10 على 10. وخلي بالك الحكم زيه زي اللاعب يا كابتن بلال، ممكن صح. يبقى كويس قوي، واحيانا بيبقى في مباراه هو مش محظوظ فيها. يعني انا شايف النهارده البنا هو خارج نطاق الفورمه كابتن ايمن مبدئيا، ولانه ما كانش محظوظ ابدا في الحالات التحكيميه اللي كانت موجوده، وهنجيب الحالات التحكيميه بما يرضي الله والصوره ما بتكذبش. بس هو كان محظوظ النهارده في حاجه جميله قوي، النهارده محظوظ بنتيجه النادي الاهلي كسب بجد. مظبوط مبنى، انا بحبك جدا، ويمكن انا اول واحد اطلقت عليك انت حكم موهوب، ومش مشكله النهارده الماتش فيه اخطاء تحكيميه، ولكن انا عارف ان الاخطاء التحكيميه ديت ربما تكون نتيجه ضغط، ربما نتيجه المباراه كانت صعبه، ولكن هذه الاخطاء التحكيميه الجسيمه فوز النادي الاهلي النهارده قللها او قلل من جسامتها. وما كانش في معاونه من الفار برضو كابتن. الحاجه الثانيه هروح لحكام الفار، وانا كنت اتمنى يا كابتن ايمن حاجه مهمه جدا. هتكلم في نقطه مهمه جدا جدا للجنه الحكام المصريه المحترمه. كابتن بلال ممكن اسالك سؤال، لما تيجي انت بتلعب في تشكيل كلاعب تبقى مثلا في جنبك اثنين او ثلاثه، انت فاهم كويس قوي قوي ساعة ما هو بيلعب لك الكرة تبقى انت رايح في حتة هو بيلعبها لك في المكان اللي انت فيه، في تناغم وفي انسجام بينك وبين الناس اللي معاك. النهارده بنتكلم على محمود البنا، النهارده انا كنت شايف الافضل يا كابتن ايمن ان يتم تعيين طاقم تحكيم فار من مصر. من اول مرة النهارده هو بيلعب من طاقم تحكيم الفار من الاماراتي، ولكن النهارده ما كانش موفق طاقم التحكيم، وهنجيب الحالة اللي هي الشهيرة اللي هي لم يستدع فيها الحكم الفار حكم الميدان. طب ايه الحالات اللي عندنا النهارده يا كابتن ايمن؟ انا هروح ل اهم حاله في المباراه، وهي كانت في الدقيقه 32. معايا كابتن ايمن؟ أيوة. نشوف كده معانا كابتن ناصر، معانا على الهواء وصول فرقه النادي الاهلي بعد المكسب النهارده لفندق الاقامه، وشايفين الجماهير قد ايه، جماهير الاهلاويه منتظرهم في الفندق نفسه. حاجه جميله بصراحه، وهي دي جماهير النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيسعدها. اتفضل يا كابتن ناصر. تاني كابتن هنقول ان البنا حكم كويس، ولكن النهارده كابتن بلال ما كانش محظوظ النهارده للاسف، والنهارده كمان الفار كابتن اسامه ما كانش في الميعاد. الكلام ده مش بنقوله كلام مرسل يا كابتن شريف، ولكن لما معانا حالات تحكيميه قرارات البنا النهارده كانت ممكن تكون تاثر بشكل كبير لولا فوز النادي الاهلي النهارده بالمباراه، يمكن دي اللي هي قللت من الاخطاء اللي هي في المباراه. هنروح للحاله الاولى. هنا البنا كان معاه الحكم المصري احمد توفيق، كان حكم مساعد اول، وهنا عبد الفتاح، الاثنين حكام من مصر، كان حكم الرابع والحكام الرابع كانوا من الامارات. الحاله الاولى معانا، وحاله من الحالات المهمه جدا جدا انا بحيي البنا فيها، اللي كانت في الدقيقه الاولى كابتن بلال. خلاص احنا حفظنا الراجل ده رايح، بنقول هنا في مخالفه، تمت هذه المخالفه
وهنا راح المخالفه موجوده والمنع من التقدم موجود بالايد. كان في لاعب متقدم من المدافعين وبالتالي هنا كان انذار وجوبي، هو اشهر البطاقه الصفراء وكان قرار صحيح لمحمود البنا لم يتردد. دي في الدقيقه الاولى يا كابتن اسامه، بحيي البنا على هذا القرار ان هو هنا احتسب المخالفه، وبعد كده اشهر البطاقه لعلي جبر، وهنا كلامنا على علي جبر بالتحديد. خلاص يبقى انا النهارده كحكم يا كابتن بلال، كابتن علاء، انا خلاص وانا حكم بحفظ ده عنده انذار، خلي بالي بقى من اللي جاي. الدقيقه 32 هنشوف هنا اللاعب، هنا اللاعب نادي الاهلي النهارده بيسدد. هرجع تاني، تسديد على المرمى دي عندنا في القانون دي ما فيش فيها فصل يا كابتن بلال. لاعب يسدد على المرمى وهنا اللاعب بيمنع بايديه، احتسبت المخالفه، كلام رائع جدا جدا والقرار كان صحيح، ولكن في هذه الحاله كان لابد اشهار البطاقه الصفراء اللي هي الثانيه، وبعدين كنت المفروض تطرد علي جبر في هذه الحاله. اقول الحاله دي من الحالات المهمه جدا 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 اللي لو كانت النتيجه ما كانتش فوز للاهلي كان القرار ده كان مؤثر في نتيجه المباراه، نتيجه عدم طرد لاعب في الدقيقه 32 من الشوط الاول اكيد كان هياثر وجوده في الملعب. هنا بنشوف هنا المخالفه، الايد خرجت خارج نطاق الجسم، وهنا بص، هنا بص يا كابتن وقفت خلاص هنا، دي رايحه فين يا كابتن بلال؟ دي بنقولها لكل حكامنا، تسديد على المرمى اتمنعت بلمسه اليد، كان لابد اشهار البطاقه الصفراء ثم الحمراء. ده اول قرار، ده احنا بنتكلم على القرارات التحكيميه، ده كان اول قرار اعتقد ان هو البنا لم يوفق فيه. الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه جدا، ونشوف هنا احتسب ركله جزاء صحيحه وكان قراره صحيح بدون تردد يا كابتن. شوف هنا ذكاء كبير جدا جدا، وقلنا دايما دايما ان المهاجم النهارده هو اللي خد ركله جزاء بان هو راح قدام اللاعب المدافع، وبالتالي هنشوف الركل بالشمال ثم العرقله من تحت، يعني خطا مزدوج من فوق ومن تحت، ركله جزاء صحيحه لصالح كهربا اكد عليها الفار وكان القرار قرار صحيح. لحد كده مفيش مشكله والامور ماشيه بشكل كويس. شوف الحالة اللي جاية، ودي حالة بقى من مهمة، خلاص احنا هنا شفنا الحالة اللي جاية دي مهمة جدا جدا يا كابتن هنا لحسين الشحات. وأنا عايز أسأل سؤال يا كابتن هنا يا كابتن علاء، يعني السؤال هنا الإيد اللي هي خاصة بعلي جبر، شوف هنا نرجع تاني بعد إذنك لركلة الجزاء، هنا راح هنا الشحات وعدى، وهنا الإيد رايحة، الدفع موجود واضحة جدا جدا، عاوز أقول إن هي أوضح بكتير مزبوط من ركلة الجزاء الأولى. مزبوط. طيب بنا هنا الشحات، خلاص هنا بقى فرصة محققة، يعني هنا المخالفة تم ارتكابها الشحات، لو المخالفة دي لم ترتكب مع الشحات كان راح انفراد. صح. قلنا لو هنا في تنافس في هذه الحالة يا كابتن، تنافس يعني لو كان على جبر حاول يلعب الكرة وحصلت المخالفة بنزل بطاقة حمراء من البطاقة الحمراء لبطاقة الصفراء. ولكن هنا احنا قلنا في الشد او المسك او الدفع هنا بيتم احتساب ركله جزاء واشهار بطاقه حمراء مباشره يا كابتن. طبعا هنا القرار دوت كان عند البنا لم يحتسب، وهنا انا بقى بسال الفار يا كابتن ايمن، اين الفار يا كابتن شريف؟ دي حاله من الحالات الواضحه جدا جدا، وشوف الايد هنا، الايد طالعه ودافعه وركله جزاء صحيحه لم تحتسب مع بطاقه حمراء ايضا لم تشهر لعلي جبر، الايد طالعه ودفع موجود. دي القرارات اللي هي يعني اعتقد كانت مؤثره بشكل كبير لولا فوز النادي الاهلي. بقول بشكل عام يا كابتن احنا يعني مع حكامنا كابتن ايمن، زي ما قلت النهارده البنا ما كانش محظوظ النهارده في المباراه كحكم، ولكن كان محظوظ بنتيجه النادي الاهلي، بفوز النادي الاهلي. يحسب للطاقم التحكيم المصري انه ادار السوبر، اعتقد اخطاء مش مؤثره يا كابتن شريف. نتمنى طبعا ان البنا يراجع هذه المباراه. الحكام السعوديين النهارده كانوا على درجه كبيره جدا من الامتياز، كل القرارات الخاصه بالتسلل والتعاون كانوا موجودين فيها باستثناء حاله عدم التدخل من الفار. المباراه بنقول بشكل عام القرارات التحكيميه يعني لم تؤثر نتيجه فوز النادي الاهلي. بنقول لبنا انسى خالص المباراه دي، وعنده مباراه كابتن ايمن، عنده مباراه كابتن بلال في نصف نهائي افريقيا ان شاء الله هو هيسافر، فبنقول له انسى خالص، حاول تجهز نفسك وتخرج تحس انك انت احنا محتاجينك في المباراه الافريقيه ان شاء الله بالتوفيق، ربنا يوفقه في المباراه القادمه ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجماهير،
مبروك للاستوديو التحليلي وكل القائمين على قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعادة.